السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنواصل سلسلة تغطياتنا مع فقرة أين أنت التي يستهويها المتابع الكريم، خصوصا ونحن نسلط الضوء من خلالها على نجوم الأمس ممن تركوا بصمة جميلة على أديم الملاعب الخضراء، فذاكرة جمهورنا تأبى أن تمحي تلك الأسماء والقامات الرياضية من خارطتها، لذلك نحاول أن نصل إليهم بشتى الطرق بعدما فرضت عليهم ظروف الحياة العزلة والانطواء بعيدا عن الكرة والوسط الرياضي بشكل عام. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وكما عودناكم في الحلقات الماضية سندعوكم اليوم لمتابعة وزيارة شخصية رياضية أخرى ونجم آخر برز بقوة على المستطيل الأخضر وكان له حضور متميز، لكن أيضا ترك غصة بقلوب الجميع بعد أن غادر مبكرا لأسباب سيتحدث عنها هو خلال حوارنا معه عبر فواصل صدى لهذا اليوم. هذا اللاعب الدولي السابق والمهاجم البارع الذي يعد من النجوم القلائل الذين صمدوا في ذاكرة الناس على مدى طويل من الزمن، كان من بين أبرز المهاجمين الذين ظهروا على خارطة الكرة العراقية في السبعينات والثمانينات بعدما ترك أثرا طيبا خلفه من خلال البصمات العديدة التي قدمها فوق المستطيل الأخضر، والذي بطبيعة الحال كافأه بالخلود الطويل في ذاكرة الجمهور الرياضي. وكما ذكرنا رغم أنه لم يعمر طويلا مع الساحرة المستديرة إلا أنه لا يبرح ذاكرة جمهورنا الكريم لما له من وقع خاص وجميل في نفوسهم. مشاهدينا، ضيفنا هو صاحب هذا الهدف الجميل، خلي نتابع. الدقيقة 8 يسجل العنبري هدف الشوط الأول. جول 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 صلاح حسن رفعها يعمل صبعي يعمل صبعي في الهيل ويحطها جول يعمل صبعي يحط هدف التعادل في الدقيقة 9 وجول ثاني جولين الدقيقة 8 جول جول. إذن نجمنا لحلقة هذا اليوم هو الكابتن القدير أحمد صبحي أو كيغن العراق كما يحلو لعشاقه أن يطلق عليه نسبة إلى اللاعب الإنجليزي السابق كيفين كيغان. نجمنا العراقي صال وجال كثيرا وتغنت باسمه الملايين من محبي الساحرة المستديرة بعد المستوى الفني الرائع الذي قدمه برفقة زملاء الأمس أمثال المرحوم علي كاظم الله يرحمه، وسجل أهدافاً لا تبرح ذاكرة الجميع من خلال تميزه بالسرعة الفائقة والمراوغة ومباغتة المدافعين في لحظات مفاجئة واختياره أقصر الطرق لهز الشباك. كلام عن الكابتن الكبير لاعب منتخب العراق أحمد صبحي، كلام كثير ولكن أختصر بهذه الثواني القليلة ولو هو يستحق أكثر. كابتن أحمد من اللاعبين المتميزين الذي برز بشكل كبير في منتخب العراق في السبعينات وبالأخص سنة 1975 و76 عندما أشرف المدرب داني ماكلينن تدريب منتخب العراق، وكان هو أحد مفاتيح اللعبة الرئيسية واحد مراكز القوة في الفريق، يعني كمهاجم مهاجم سريع وهداف بمستوى عالي، كان يلعب مع الكابتن علي كاظم المرحوم علي كاظم والكابتن فلاح حسن والمرحوم كاظم معال واللاعب علي حسين محمود وثامر يوسف
خيرة لاعبي الهجوم العراق في تلك الفترة، ولكن برز الكابتن أحمد صبحي كمهاجم قناص، كمهاجم سريع، ولا ننسى هدفه الرائع على حارس مرمى تونس عتوقة الذي تعادل به العراق مع تونس في ملعب تونس الرئيسي. فتحية إجلال وإكبار بهذا اللاعب الكبير الذي سوف يكون يعني خالد في تاريخ الكرة العراقية. تحياتي للاعب الكبير أحمد الصبحي. مشاهدينا، الآن مع فقرة أين أنت التي نسعى في محتواها الوصول والتواصل مع نجوم الرياضة العراقية القدامى ممن قدموا وخدموا الرياضة العراقية خير تمثيل. هذه وقفة قصيرة نستقبل بعدها ضيفنا لهذا اليوم، لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا، الحديث عن الكابتن أحمد صبحي مشوقا ومهما، وقد لا نعطي حقه لما له من دور مهم وبارز مع بقية عمالقة ورموز كرة القدم العراقية السابقين ممن حفروا أسماءهم في الذاكرة، لنبقى نتغنى بهم وبإنجازاتهم إلى يومنا هذا. صدى الرياضة على موعد مع نجمنا الكبير أحمد صبحي لنحاوره عما مضى من مواقف مفرحة ومحزنة وأحداث يفتقدها الجميع أو يبحث عنها الجميع ونحن منهم. دعونا الآن نرحب بالكابتن أحمد صبحي الذي ينضم معنا عبر السكايب من العاصمة بغداد، ملبيا لدعوتنا على الرغم من ألم المرض الذي رافقه لسنوات عدة، وهذا ما جعله للأسف يعتزل حتى الأصدقاء. أهلا بك كابتن أحمد، سعداء بانضمامك معنا. أهلا وسهلا، أشكرك جدا. كابتن، يعني دعواتنا أن يمن عليك الله بالصحة والسلامة إن شاء الله، ونشوفك بأحسن حال. طمني عنك، أين أنت الآن؟ أشكرك جدا. حقيقة الآن أنا في البيت دائما لكوني أحيلت على التقاعد، بعدين كنت موظف في وزارة الشباب وتابعت وكنت مشرفا على بعض أندية العراق منها المحافظات وبغداد، والعمر أصبح بحالة أنه يجب أن أحيل على التقاعد، والحمد لله على كل حال. لكنه أنا بعيد نعم كمكان، لكنه أتابع أخبار الرياضة والرياضيين من شاشات الفضائيات وبعض الأخوة الأصدقاء الذين أتصل بهم على الهاتف، وشكرا جزيلا. طيب، قبل الغور بحديثنا الذي سيطول معك، اسمح لنا أن نتابع التقرير الذي يستعرض مشوارك الرائع مع كرة القدم، نتابع ولنا عودة. من منطقة الأعظمية ببغداد وتحديدا من فريق السهام الزرقاء إحدى الفرق الشعبية بدأت الحكاية عندما بدأ الفتى أحمد صبحي المولود عام 1952 حياته الرياضية كحال بقية الصبيان في أزقة منطقة الأعظمية بين فرقها الشعبية، منتقلا من السهام الزرقاء إلى النصرة، لينضم بعدهما إلى فريق الأعظمية الذي قدم معه مستوى متميز تكفل أن يضعه مع فريق الإسالة الذي صار اسمه البلديات فيما بعد قبل أن يسمى بالأمانة والذي حاليا يدعى أمانة بغداد. ففي المحطة الأولى كان لحارس مرمى فريق الإسالة دور بارز في الأخذ بيده إلى الاختبار أمام المدرب أكرم سلمان الذي أعجب بمستواه وضمه إلى الفريق في العام 1970، والذي كان يلعب في دور الدرجة الثانية، ليسهم صبحي بصعوده إلى الدور الممتاز ليكون للفريق شأن في ذلك العام ويبلغ المباراة النهائية، لكنه خسرها أمام الزوراء. إلا إن الظلم والتعسف الذي مارسه أمين بغداد آنذاك ضد إدارة ومدرب الفريق هو من أجبر صبحي وآرا همبرسوم ولاعبين آخرين لترك الفريق، ليجد نفسه أحد لاعبي الطلبة الذي أسهم معه بخطف لقب الدوري موسم 80-81 بقيادة المدرب عمو بابا. أكثر من 50 مباراة دولية خاضها نجمنا، كانت أولها أمام منتخب تونس عام 1974 وانتهت تونسية بهدفين لهدف،
لتطأ قدميه أرض الملعب لعشر دقائق فقط، بينما كانت آخر مبارياته الدولية أمام منتخب قطر بدورة الألعاب الآسيوية الثامنة في بانكوك، وانتهت عراقية بهدفين مقابل هدف ليسجل هو أحد الهدفين، حيث صال وجال كثيراً وتغنت باسمه الملايين من محبي ساحرة المستديرة بعد المستوى الفني الرائع الذي قدمه برفقة زملاء الأمس. ابتعاده المبكر عن المنتخبات الوطنية كان بمحض إرادته من دون مؤثرات ومضايقات، بل هو من تحايل على ذاته لعدم رغبته بالاستمرار بسبب الجهد الكبير الذي تعرض له نتيجة كثرة المشاركات الخارجية ورغبته بإكمال دراسته الجامعية التي تحتاج إلى الالتزام والانتظام، كما كان للإصابة اللعينة التي لم تمهله دوراً في رفعه راية الاستسلام، مبتعداً عن معشوقته الأزلية تاركاً وراءه إرثاً جميلاً تجسد بأهدافه التي لا زال يستذكر منها 4 في مرمى منتخب ليبيا و3 في مرمى الإمارات و2 في مرمى الكويت وهدف في شباك الكبير عبتوقة حارس مرمى منتخب تونس. أهلا بك كابتن، سأبدأ من نهاية المشوار. رغم دخولك أجواء المستطيل الأخضر بقوة وبسرعة البرق، حتى حضرتك سحبت البساط من تحت أقدام لاعبين كبار لتكون أنت بالواجهة، لكنك سرعان ما تركت كل شيء وراءك وانزويت بعيدا عن الساحرة. يا ترى ما هو السبب الحقيقي؟ لماذا اخترت لنفسك هذه النهاية وكنت في أوج عطائك؟ الحقيقة أني لم أسحب البساط من أي لاعب، لكني كملت مسيرة اللاعبين السابقين وأتممت مهمتي كواجب على كل مواطن عراقي أن يقدم ويخدم بلده الذي ترعرع فيه وأكل من ترابه وشرب من مائه، فعلينا أن نقدم كل ما وهبنا الله إلى هذا البلد الحبيب. الحقيقة اعتزلت بما أنه كل لاعب وخاصة المهاجمين تعرضون إلى إصابات كثيرة، الإصابات أثرت عليه وأيضا بعض الحالات النفسية أبعدت نفسي عن المنتخب، والحقيقة أنه لم يبعدني المدرب أو الاتحاد من قائمة المنتخب العراقي أو الشبابي أو العسكري، لكن أنا براحتي وبرغبتي أن أكون بعيد عن المنتخب وأنضم إلى نادي الطلبة الحبيب العزيز الذي رافقني في أصدقائي وأحبائي، وأكملت مسيرتي إلى أن اعتزال مع نادي الطلبة. طيب احنا نقول سحبت البساط كابتن، يعني بمعنى سرقت الاضواء بفنك وباهدافك، هذا اللي نقصده. طبعا كابتن، الكثير يجدونك مكملا او ملازما للثنائي الكبير فلاح حسن وعلي كاظم الله يرحمه، بحيث يعني انسجمت معهما وكنت على الموعد معهما ايضا في كل المناسبات والبطولات. كيف تفسر لنا هذه الجزئية؟ يعني هذا الشرف لي الكبير للعب بجوار المرحوم علي كاظم والأخ العزيز بلاح حسن، وهذا ما كان يتمناه كل لاعب أو كل مهاجم عراقي أن يكون ضمن هذه التشكيلة. حقيقة هم هؤلاء اللاعبين دعموني كثيرا وساعدوني كثيرا في تحقيق الأفضل كمهاجم معهم. نعم. طيب من ضمن كلامك الأخير يعني عن الكابتن فلاح حسن وعلي كاظم، بصراحة يرى البعض أن الثنائي المعروف فلاح وعلي قد احتكرا اللعب لوحديهما وحاربا كل من يحاول الوصول إليهما، وبما أن حضرتك يعني كنت متواجدا وشاهدا على هذا العصر وهذه الفترة، هل توضح لنا الأمر؟ هل تبرئ اليوم ساحتهما أم أنك يعني للأمانة عانيت
أيضا من احتكارهما في اللعب. حقيقة هذا الكلام غير صحيح، وللأسف الشديد بعض الصحفيين في وقته والإعلاميين وبعض الجمهور وأيضا بعض القريبين على فلاح وعلي، هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، وهم ساعدوني ودعموني من أول لحظة مع تواجدي معهم ولآخر لحظة. وأيضا سئلت كثيرا من قبل محطات أو راديو أو إعلاميين، فكنت مصر وأجزم أنه هذا الكلام غير صحيح، وأقدم تحياتي وشكري للأخ بلح وإلى الأخ المرحوم علي كاظم الذي وقف بجانبي كثيرا. ممتاز جدا. نعم. طبعا هاي شهادة لأن أنت كنت معهم في تلك الفترة، وتعرف أنت إحنا ننقل بعض الآراء لأن هنالك رأي من بعض اللاعبين ورأي من بعض الإعلام في عن تلك الفترة وعن هذا الثنائي الخطير والمهم في تاريخ كرة القدم العراقية. كابتن، حضرتك أيضا اعترفت يوما ما بأنك لم تنسجم إلا بجوار زميلك في نادي الأمانة آرا همبرسوم، هذا اللاعب الكبير، تحياتنا الكبيرة لحضرته، أعتقد متواجد في كندا، هل هذا الكلام صحيح؟ حقيقة أنا لم أصرح أنه لم أنسجم إلا مع آرا، لكن انسجمت مع أخي العزيز آرا همبرسوم الآن في كندا، ولأنه عامل الانسجام هذا معروف علميا، هذا عامل الانسجام يرتبط ارتباطا مباشرا مع عامل الزمن، في حين أنا وآرا التقينا في نادي الإسالة لفترة طويلة لأكثر من 6 سنوات، فانسجمت معه كنادي، وللأسف ما لعبت معه بجواره إلا قليل مع منتخب الشباب وبعض المباريات الودية مع المنتخب الوطني، لكني لم أنسى أنه كان مساعدي في بعض اللمحات أو الحركات، ولن أتخلى عن انسجامي مع الأخ فلاح والمرحوم علي كاظم. وسرعة الانسجام كانت أيضا من قبل المدربين الذين أشرفوا علينا، من ضمنهم يعني عمو بابا المرحوم والمدرب الأجنبي الاسكتلندي داني ماكلينين والمدرب الألماني رايشلد، كنا بمعناه خلال التدريبات وخلال تطبيقنا إلى ما يصرح به أو ما يفرض علينا المدرب كان هو سبب الانسجام السريع. نعم. كابتن، حديثنا عن آرا همبرسوم، يعني هل صحيح بأنه انظلم، لم يجد المكان المساحة الكافية مع المنتخبات بحيث كان مستوى يؤهله أن يكون متواجدا مع المنتخبات؟ أحسنت. نعم، كان عنده المهارة والكفاءة والقدرة أن يكون من ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب لأكثر من سنين، لكنه للأسف التزاماته وإصاباته تقريبا أبعدت المدربين عن التفكير بانضمامه إلى تشكيلة المنتخب، لكن هو مثل ما تفضلت يمتلك المهارة والكفاءة والقدرة بشكل مميز جدا، لكنه للأسف يعني الحظ ما حالفه، نتمنى له حياة سعيدة إن شاء الله مع عائلته في الغربة. طيب. نعم. كابتن، اسمح لنا أن نتوقف قليلا عند بعض الآراء لزملاء الأمس ولنا عودة لتكملة الحوار، خليك ويانا يعني كابتن. رمضان كريم عليكم وعلى جميع الإسلامية، تحياتي الكبيرة للكابتن القدير أحمد صبحي، واتمنى لأنه يكون بأتم صحة وعافية ورمضان كريم عليه. الأخ أبو المار كان أعز الأصدقاء كلاعب وكأخلاق وصديق عزيز علي، وعندنا كثير من المواقف تجمعنا أنا وياه سوية يعني الطريفة والجميلة في نفس الوقت في ذاك الزمن الجميل الذي كانت الأخوة والرياضة صادقة بكل معانيها اللي تحملها، وهي الطاعة والاحترام والتقدير. وأكو فد موقف طريفاني ويا لكن ما أقدر أقول بيه ويعرفه كل زين إيش ده أقصد، يعني
وانوار ان شاء الله تكون بيتهم صحة وعافية. الكلام على الكابتن الكبير احمد صبحي كلاعب موهوب يملك مواصفات اللاعب المهاجم الراقي من السرعة والمراوغة والمهارة العالية وتسجيل الاهداف الصعبة، فهو يعتبر من خيرة لاعبين المهاجمين العراقيين في جيل السبعينات والثمانينات. لعبنا سوى بنادي الطلبة والمنتخب الوطني، واعتبره أنا أحد أبرز لاعبي منتخب العراقي في تلك الفترة. أحمد صبحي يملك مواصفات أخرى غير الرياضة، وهي الدفاع عن الحق، الدفاع عن الشيء الذي يؤمن به. شوفه دائما هو يثر على نفسه في سبيل أن ينظر الحق ويدافع عليه، ويتعاون مع كل اللاعبين ومحب لكل اللاعبين، وهو محبوب من كل اللاعبين. فأتمنى له التوفيق والنجاح الدائم والصحة والعافية. سنكون الآن مع بعض الأسئلة السريعة والخفيفة. لو طلبت من حضرتك أن تختار لنا تشكيلة القرن الماضي، من ستختار من اللاعبين؟ يعني على ما أتذكر طبعا رائد حمودي لحراسة المرمى، حسن فرحان ورحيم كريم في الوسط، والمدافع اليمين كان مجبل فرطوس، والمدافع اليسار كان عادل خضير، والأشباء بالوسط كان هادي أحمد علاء أحمد وكان حساني علوان كانوا الأفضل، والمهاجمين كاظم معل وفلاح حسن وعلي كاظم. طيب موقف صعب مررت به بحياتك وخرجت منه بسلامة؟ والله المواقف كثيرة صعبة. أنا الحالة اللي لعبت في مباراة كأس العالم العسكري في دمشق، فكان من أني الطبيب والمدرب اللعب في المباراة النهائية، لكنه كان اتصال من أستاذ صباح مرزا الله يرحمه، فقال لي أعمل أي حالة أي طريقة حتى تلعب المباراة النهائية. فكنت مخدر في منطقة معينة في عظم العانة، فأخذت أبرة تخديرية كان مداها هي ساعتين، فساعة قبل المباراة أخذتها وساعة أثناء المباراة. انتهى التخدير فأسقطت على الأرض وأخرجوني من المباراة. كان موقف مؤلم وصعب بالنسبة لي، كنت أتمنى أن أسجل في نهاية المباراة. يبقى المتابع والشارع الرياضي تواق لسماع أخبار ومواقف حقيقية جرت مع نجوم الأمس ممن تركوا بصمة جميلة في حياتنا، لكن للأسف وقت الشوط الأول انتهى. نقول شكرا للكابتن القدير النجم الدولي السابق أحمد صبحي لانضمامه معنا عبر سكايب من بغداد في حوار لا يخلو من الصراحة. مشاهدينا، أنتم على موعد مع أحداث وأسرار وخفايا أخرى في مسيرة الكابتن أحمد صبحي مع الكرة العراقية، سنتعرف عليها في الأسبوع المقبل بإذن الله، ونحن نقلب معه صفحات الماضي والحاضر. هذه تحياتي، أنا بلال بداع، مع السلامة.